دكتور عبد الله طريجي. شكرا أخ الرئيس، والشكر موصول للأخ عادل جار الله مع احتفاظه بدوري. طبعا الشكر موصول إلى الأخوة الوزراء، ولكن اليوم أعتقد الأخ الرئيس عملية العرض اللي قدمها وزير التجارة لا ترقى أن يقدم هذا العرض بعد هذه يعني هذه الفترة الطويلة، وأنا باعتقادي أن استمرار هذه النوعية من هذه الوزراء بهذا الأداء الضعيف نظلم دولة الكويت. الأخ الرئيس، أنا ببدي من وين كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء. سمو رئيس مجلس الوزراء قال في كلمته: التزاما منا بتوجيهات حضرة صاحب السمو من أنه لا حماية لفاسد ولا تستر على فساد أو إخفاء لمعلومات أو تغيب للحقائق، وأن للمال العام حرمة وحماية، وحمايته واجب وطني. أنا في لجنة الميزانيات، ومن خلال المخالفات اللي موجودة هناك شيء خطير في الإدارة العامة للجمارك، عملية التهريب. قد تكون هناك مخالفات تجاوزات، ولكن أن يكون هناك تهريب وهناك سرقات لشحنات من داخل الجمارك ومن داخل المطار، هذا أمر مرفوض في ظل الظروف اللي تعيشها الكويت وفي الظروف الإقليمية. أنا حبيت أتأكد، وجهت سؤال، قلت بهذا السؤال: هل يملك رئيس نقابة الموظفين ومدير عام الجمارك، هل يملكون شركات؟ سؤال عادي من حقي. تفاجأت بالسب من رئيس النقابة وبكلمات، لا يسبني ويمجد مسلم البراك اللي سب صاحب السمو، ما اختلفنا. لكن المشكلة شنو المشكلة أخي الرئيس؟ المشكلة أبيك تعرض، عشان إحنا لما نطلع أوراق نطلع بالأدلة، ما نرفع إيدنا حق الناس ونكذب عليهم. أرجوك تحط المستندات عشان أبين لك من يملك الشركات، وشلون تضارب المصالح، وشلون الحكومة الآن الوزراء موجودين شلون يسكتون على هذا الفساد. إحنا ما نرضى حد يبيع الديرة، فأرجوك حطهم عشان الناس تشوف. حط اسمه مدير عام الجمارك ورئيس النقابة عندهم شركات، هذه شركة باسم رئيس النقابة وهذه الثانية باسم مدير الجمارك، وعشان تعرف. وبقول لك شيء، هذه عملية ضبط اضبطوا رئيس نقابة الموظفين في عملية تهريب، وتم التستر عليه، تم التستر عليه، وبعدين سووا الأخ الرئيس شوف ثلاث ملفات، رجال ثلاث ملفات خلي يرفعهم الأمين العام، شوفهم هذه بوليصات لسنة واحدة حق رئيس النقابة، سنة واحدة رئيس النقابة. اليوم كل التهريب اللي قاعد يصير يصير من مسؤولين داخل جمارك ما يتفتشون، عشان تعرف من اللي يهرب الشراقي المخدرات الممنوعات. هذا أمر خطير. الآن الحكومة موجودة، الوزراء موجودين يوصلون رسالة، أنا بالآن كلمة من الحكومة، هل الحكومة قادرة؟ رئيس الوزراء قال بحارب الفساد، إذا عندكم القدرة تتكلمون الآن وتجاوبون. هذه ثلاث ملفات قدامكم، تقدرون قولوا نقدر، ما تقدرون خلونا نتوجه مكان ثاني. رئيس نقابة يهرب لا نقبلها. اليوم البلد قاعد تنباع، الكل قام يدور الفلوس بأي طريقة. هذه ثلاث ملفات في سنة واحدة، الباجي عند مكتبي كل سنة فيها تهريب، وهذه ضبطية نرفع أوراق. إحنا في هذا المجلس نطلع مستندات، نطلع إثباتات، ما نضحك على الناس ولا نقص على الناس، لا نطلع إثباتات ومستندات ونبين. رئيس الوزراء قال كلمة، قال بحارب الفساد، علينا رئيس الوزراء أنه يلتزم في هذه الكلمة. والآن أبي أخذ أسمع كلمة من ممثلين الحكومة، هل أنتوا راح يكون لكم موقف أو لا؟ وزير المالية موجود، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة موجود، الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء موجود، تعطوني كلمة. أنا اليوم ما أتكلم لا أتكلم كمواطن، لأن في النهاية نحمي الكويت بلدنا، تهريب مخدرات وغيره من داخل جمارك، الكل قام يبيع البلد، الكل قام يدور فلوس، والسبب شنو؟ سوء اختياركم، سوء اختياركم للقيادات. شكرا، شكرا دكتور عبد الله، شكرا. احنا قلنا اخر شيء. تفضل، تفضل. شو تسوي يعني؟ انا قاعد. شكرا، شكرا اخ الرئيس. لا ابو حماد الموضوع هذا مهم، شكرا اخ الرئيس. اخ الرئيس
أنا بصفتي المسؤول السياسي عن هذا الجهاز وبصفتي وزيرا في حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء وأحد وزراء حضرة صاحب السمو، تعليماتهم وتوجيهاتهم سيف على رقابنا لمحاربة الفساد ديدن هذه الحكومة. أنا أتمنى من الأخ عبد الله طريجي يعطيني البيانات يتفضل فيها ويحاسبني إذا ما خذيت إجراء، إذا كان هناك فعلا من هذه البيانات راح نطلع عليها ونشكل لجان تحقيق فيها تجاوزات، ما أحتاج أنطر أي فورا راح ناخذ إجراءات وقت ما تبين، وهذا ما تم سابق وسوف يتم في المستقبل. شكرا أخ الرئيس. شكرا، خلاص سلم المستندات. دكتور دقيقة أرجوك تختصر. طبعا أشكر تفاعل الأخ وزير المالية وأنا راح أعطي إن شاء الله المستندات، وأتمنى بس الوقت مهم لهذه القضية لأن الكويت فوق كل اعتبار. شكرا أخ الرئيس. شكرا دكتور عبد الله طريجي.